صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 6 لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، وذلك بناء على عرض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى: يعاد تنظيم وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وذلك على النحو الآتي: وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ويتبعه أولاً المنسق العام لشؤون مجلسي الشورى والنواب بدرجة وكيل وزارة، وتتبعه إدارة متابعة الشؤون الرقابية والمالية، إدارة متابعة الشؤون التشريعية، ثانياً وكيل الوزارة، وتتبعه إدارة الموارد البشرية والمالية، إدارة البحوث والدراسات القانونية. المادة الثانية: يلغى المرسوم رقم 38 لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.